السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا مع السيتس. إذا هنا احنا مثل ما لاحظنا قدرنا نطلع على الانترسكشن. أضف إلى ذلك أنه لو كتبت هنا باسكت دوت لاحظ عندي أيضا الابديت. أوكي، خلينا نشوف كيف نعمل ابديت. إذا جينا على هذا عملنا كومنت وجينا عملنا ابديت على سبيل المثال الأبل، أنا أريد أعمل ابديت بمثلا جوجل على سبيل المثال، واجي اطبع مرة اخرى الباسكت رن، الاحظ هنا this is update. اوكي، هنا عملنا باسكت. خلينا نشوف اذا هذا عملنا باسكت 6 يساوي بهذه الصيغة، ونطبع الباسكت 6. لاحظ هنا طلع عندي نان. I think كان عندي غلطة هنا أنا. update okay okay update ب عفوا ال update ب مثلا الباسكت 4. خلينا نشوف، لا بيزال يظهر نان، لازم عندي مشكلة. so الباسكت 6 لو جيت مساحت هذا I think يعطيني ايرور. لا ما يعطيني ايرور، ليش؟ لانه خلينا نشوف باسكت دوت الابديت مع السيت. تمام، طيب انا عندي هنا السيت اللي هو باسكت 4 صح، يعني انه الباسكت دوت ابديت الباسكت 4 نون. طيب لو كتبنا هنا 4 وهنا اعطينا له باسكت، اي ثينك عندنا هنا غلط. خلينا نشوف، هنا عندنا احنا add، لاحظ add اوكي okay. add ممكن نضيف له مثلا جوجل راح يقوم باضافتها صح؟ لا، اذا في عندنا احنا مشكلة. basket ليش يظهر نون؟ خلينا نشوف اذا طبعنا basket فقط print. اوكي طيب لو جينا هذا قلنا add google، لا هنا عدنا غلط. باسكت السيت سوبر سيت ديفرنس، لاحظ خلينا نجرب الديفرنس. الديفرنس ايضا بياخذ سيتس، يعني مثلا يقول لك الباسكت والسيت الاول شو اللي يفرق عن السيت الثاني. تمام، فالفرق راح يكون اكيد مش مع ال2 وال3. ليش؟ لانه ال2 وال3 هو مطابق مع هذا، لن يجد الفرق. بس ممكن نعمله فرق مع الباسكت 4، لان باسكت 4 غير مشابه مع الباسكت 1. تمام، لو نجرب هنا الديفرنس مع الباسكت 4، خلونا نطبع الباسكت 6. اوكي، اذا هنا عندنا ليش هنا اكو فد مشكله عندي. اوكي، هنا انا عندي الباسكت 4، ما هو الفرق مع الباسكت؟ في عنده فرق انه لا يمتلك الاورنج والبناناز. الباسكت نفسه شنو فرق عن الباسكت 4؟ بانه لا يمتلك البنانا والابل والاورنج والبير. تمام، يعني لو كان الباسكت 4 يمتلك البير على سبيل المثال، هنا مثلا نضيف بير. تمام، لاحظ راح يختفي البير. ليش؟ لان البير موجوده في الاثنين، لاحظ ابل اورنج بنانا، البير موجوده ايضا في الباسكت 4. بس الغريبه انه لما نجي نقول باسكت دوت كان عندنا ريموف على سبيل المثال، لو جينا مسحنا مثلا الابل
من الباسكت وجينا طبعنا مرة أخرى الباسكت. خلينا نشوف لين متأكد إنه هو يقبل. لاحظ تم مسح الأبل، أبل كان موجود بعدين تم مسحه. هذا لو عملنا كومنت لاحظ بنانا أورانج بير أبل، الآن الأبل تم مسحه، يعني ممكن تعمل من عنده ريموف يعني إنه يقبل ميوتابل. لو كتبنا هنا الباسكت دوت اد ونكتب هنا مثلا جوجل ونجي نطبع الباسكت من جديد، لاحظ تم إضافة جوجل. الاد أيضا بيشتغل. هنا عندنا الباسكت دوت أبديت. أوكي خلينا نجرب الإلمنت أول شيء، أو خلينا نجرب باسكت فور باسكت لأن هو بيطلب سيت. أوكي هنا أنا جوجل بنانا أورانج بير تمام. إذا أجيت أعلم أطبعها، خلينا نجي نطبعها من جديد run. لاحظ الآن بيشتغل الباسكت. لما تعمل ابديت بالباسكت 4 فراح يضيف جوجل بنانا بير بناناز. لاحظ بناناز واورنج هذول منين يجوي؟ هذول اتوا من الباسكت 4 تمام. هذا لن يتم اضافته لانه مكرر، فيتم اضافه الاورنج والبناناز. فنلاحظ هنا الابديت هو غريبه، كان احنا كتبنا بنفس الطريقه بس لكن لم يعمل في السابق، لكن الان يعمل. فهنا عندنا الباسكت ابديت السيت، نضع مثلا باسكت 4 فلما نطبع الباسكت من جديد راح يضيفهم كلتهم. في عندنا ايضا باسكت دوت، لاحظ عندنا ايضا اليونيون اللي هو الاتحاد. هنا لما اجي اعمل دوت لاحظ هو بيقول لك انه اس بمعنى سيت، يعني انت تضيف هنا سيت. الاي بمعنى element، كيف هذا ضفنا عنصر تمام. ريموف الاد في الابديت هو سيت تمام، تضيف له سيت. اليونيون سيت. البوب لا يحتاج سيلف. عندك ايضا طبعا هذول لازم تنظر على هذول، لان هذول كلمه سيت، يعني انت كيف تعرف انه هذا فعلا يشتغل مع السيت؟ انه يظهر هنا كلمه سيت. لاحظ اكو في عندك اوبجكت، يعني هذا انتبه من عنده تمام، هذا ليس عائد للسيت. اوكي فعندك انت مثلا يونيون يقول لك انطيني السيت اللي تريد تتحد معه. فاذا اخذنا هنا مثلا الباسكت 4 وعملنا هذا مثلا كومنت وجينا على الباسكت طبعناه من جديد تمام، اعمل ران. لاحظ المفروض انه هنا عملنا يونيون مع الباسكت، يعني لو كتبها باسكت 7 يساوي بهذه الصيغه. خلينا نجي نشوف هنا الباسكت 7. لاحظ هنا اليونيون الاتحاد معناته انه يتحد الباسكت مع باسكت 4، ففي التالي الباسكت 7 راح يكون شنو هو؟ هو اتحاد من 2 sets مع بعض تمام. فهذه مجموعة أشياء موجودة في السيتس ممكن أنه أنت تستفاد من عندها. سيتس نحن نلاحظ ممكن نحذف، ممكن نضيف، ممكن نلغي، ممكن نعمل اتحاد من 2 sets مع بعض. لكن الجميل في السيتس أنه إذا أنت فعلا تريد تعمل حاوية تحتوي على مجموعة أشياء على أن بشرط واحد أنه لا تتكرر تمام، لان انت ممكن تكرر في بعض خلينا نقول الداتا ستراكشر، لكن هذا السيتس اجى في حاله انه شاف شيئين متكرر لن يعيد كتابتهما مع بعض في نفس السيت. فهنا راح تطمئن انه لما تتعامل مع السيتس انه لا يوجد عندك ريكورد متشابه، الكل يعتبر يونيك فردي من نوعه. نوقف هنا نكمل.